الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في الدرس السابق من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقفنا عند بداية هجرته صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي يعتبر بحق من أهم الأحداث في تاريخ الأمة، إن لم يكن هو أهم الأحداث. ولذا لم يجد المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه حين أرادوا أن يتخذوا توقيتا للتاريخ أهم من هذا الحدث، فلم يقدموا عليه سنة ولادته صلى الله عليه وسلم، ولا سنة وفاته، ولا عام الفتح، ولا غيرها من الأعوام التي حدثت في التي حصل فيها أحداث عظام، وإنما وجدوا أن الهجرة هي أهم هذه الأحداث. والمتأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها أهم حدث نقل المسلمين من مرحلة إلى مرحلة أخرى مهمة وفاصلة في تاريخهم. فبعد أن كانوا يعانون الأذى والتضييق وربما القتل والتعذيب في مكة، وكانوا يؤدون الشعائر متخفين مرعوبين من كفار قريش، إذا بهم يجدون مكانا يطمئنون فيه على أنفسهم وعلى دينهم وعلى إيمانهم وعلى أهلهم، وحينئذ أصبحت لهم دولة ولهم سلطة، وهناك من يحميهم. فتغيرت حالهم بمقدار 180 درجة. أما سبب الهجرة فهو أنه لما ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ضاق عليهم العيش فيها، وسدت في وجوههم أبواب الدعوة إلى هذا الدين الحق، كان لابد من وجود مكان يؤويهم وينتقلون إليه، خصوصا بعد وفاة أبي طالب، حيث كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذود عنه، وانتفع بهذه الحماية طائفة من أصحابه، فاختار الله له سبحانه يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة، مهاجرا له ولأصحابه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية بينه وبين الأنصار من الأوس والخزرج، أذن لأصحابه أن ينتقلوا إلى المدينة، فخرجوا جماعات وأفرادا. فلما شعرت قريش بهذا الخروج والاستقرار في المدينة، شعرت أن هناك تحولا في حال المسلمين،
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلحق بأصحابه. فاجتمعوا في دار الندوة وقرروا بعد خيارات الثلاث، وهي القتل أو السجن أو الإخراج، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، وهذا هو السجن، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانتهى بهم هذا التشاور إلى أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القتل بطريقة لا تستطيع بنو هاشم، أو لا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا ثأرهم، وحينئذ يرضون بالدية وتدفع لهم قريش الدية، لأن القتل سيتم عن طريق أفراد من كل قبائل قريش، 11 فردا على رأسهم عدو الله أبو جهل، ومنهم أمية بن خلف وصناديد الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تآمروا كان قد بدأ في ترتيب الهجرة إلى مكة، إلى المدينة. وحينما قرروا قتله صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي، وهي ليلة 27 من شهر صفر 14 سنة مضت من بعثته صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي وأخبره بذلك، فأحدث النبي صلى الله عليه وسلم خطة، وهي من بذل الأسباب، والأسباب التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها في الهجرة كثيرة، من ضمنها ما حصل في بيته صلى الله عليه وسلم، حيث أمر عليا أن ينام في فراشه ويتسجى بلحافه، فكان المشركون وهم محيطون بالبيت، ومؤامرتهم تقتضي أنه إذا خرج من المنزل ليلا يقتلوه بضربة سيف رجل واحد بأسيافهم، ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل، وإلا بنو هاشم فلن يسكتوا على مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا كلما نظروا إلى داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه نائما في فراشه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الليل ووجدهم محيطون بالبيت، وكان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه من زيادة النكاية بهم أخذ ترابا وحثاه على رؤوسهم جميعا، وذهب إلى بيت أبي بكر، وخرج هو وإياه من الباب الخلفي، وكان قد واعد عبد الله بن أريقط، وكان دليلا ماهرا بالطرق، وعداه بعد 3 ليال أن يوافيهم في غار ثور، في غار جبل ثور. فجاء الشيطان ومر على صناديد قريش وهم محيطون بالبيت، قال: ماذا تنتظرون؟ هو جاء في صورة إنسان. قالوا: ننتظر محمد يخرج. قال: محمد خرج وحثى على رؤوسكم التراب. فذهبوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاءوا بالقافة فتتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتجه إلى جهة مغايرة لطريق المدينة، لأنهم كانوا بالتأكيد سيتجهون إلى جهة المدينة التي خرج إليها أصحابه وهاجر إليها أصحابه، لكنه
أخذ طريقا مغايرا إلى جهة اليمن، والجبل موجود الآن في منطقة كدي جنوب الحرم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار صغير واختفى هو وصاحبه، وكان اختفى في هذا الغار 3 ليالي. وقد وصل كفار قريش مع القافة إلى باب الغار، إلا أن الله أعمى بصائرهم، ولما تعمى البصائر لا تنفع الأبصار. وكان أبو بكر قلق يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بلسان واثق بالله سبحانه وتعالى، وفي مثل هذه المواقف يظهر التوكل وعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيقول لي أبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فحماهم الله سبحانه وتعالى من بطش هؤلاء الكفار. وفي كان في هذه الليالي 3 يأتيهم عبد الله بن أبي بكر بأخبار قريش ليلا، يبقى هو في النهار يتحسس ماذا يقوله كفار قريش، وإذا جاء الليل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تأتيهم بالطعام، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يمر عليهم بغنيمة فيشربون من حليبها، وبها يعمي أثر عبد الله بن أبي بكر حينما يذهب إليهم ويرجع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال، واتجه في البداية إلى جهة الجنوب ثم إلى جهة البحر، سلك بهم هذا الدليل طريق ما كان يسلكه المسافرون، إلا أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن تظهر هذه المعجزات. فشعر بهم سراقة بن مالك في قصة طويلة، ولحق بهم على فرسه، لأن قريش بعد أن أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أرادت أن تستنهض كل من حول مكة للبحث عن هذين الرجلين، وأعطت لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا لكل واحد 100 من الإبل. فكل الناس طمعوا في هذه الجائزة العظيمة، ومنهم سراقة بن مالك، إلا أنه لما جرى خلفهم بفرسه وشعر به أبو بكر، كان أبو بكر يلتفت كثيرا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وإنما يلهج بالدعاء. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فعلم أنه قد حيل بينه وبينهم، ثم طلب منهم أن يفكوا أسره، فخرجت فرسه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم أن يرد عنهم الناس. وسار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه مر بخيمة أم معبد، وكان عندها شاة عجفاء ليس فيها حليب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فدرت حليبا كثيرا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. ثم وصل إلى مكة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه،
في الثامن من ربيع الأول في نفس السنة، ولنا موعد إن شاء الله مع لقاء الأنصار ولقاء المسلمين ولقاء المسلمين به في المدينة حين فرحوا بوصوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في دار كرامته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.